إليك إليك، صباح النور. صباح النور أمين وتوني. مشاهدينا صباح النور، وهذا موجز لأهم الأنباء. يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان اليوم للقاء جميع الأفرقاء السياسيين حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، في وقت أرسلت فرنسا 3 طائرات محملة مساعدات إنسانية إلى لبنان بعد الانفجار المزلزل الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر أجزاء كبيرة من المدينة. على صعيد الضحايا، قال وزير الصحة اللبناني إن عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى 135، وإن عدد المصابين بلغ نحو 5000، فيما ما يزال العشرات في عداد المفقودين. هذا وأعلن محافظ مدينة بيروت أن إجمالية الخسائر الناجمة على الانفجار قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة. في هذا الوقت تواصل وصول المساعدات الإنسانية إلى مطار بيروت من مختلف الدول العربية والعالمية. سياسيا، قررت الحكومة اللبنانية طلب فرض إقامة جبرية على كل المعنيين بملف نترات الأمونيوم تزامنا مع فتح تحقيق في الواقعة. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لا أحد يستطيع حتى اللحظة تأكيد ما إذا كان الذي حصل في بيروت هجوما أو انفجار. في سياق آخر، قالت المحكمة الخاصة بلبنان إنها ستؤجل النطق بالحكم في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي وقع في عام 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى 18 من أغسطس آب، وذلك في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء. مشاهدينا، متابعة لآخر التطورات الميدانية في لبنان، ينضم إلينا مباشرة من بيروت مراسلنا محمد شبارو. محمد، بعد التحية، هي صبيحة اليوم الثاني بعد الانفجار الكبير في بيروت، أنت متواجد في منطقة الجميزة، هي مقابل المنطقة التي وقع بها الانفجار، الدمار ما زال على حاله، ما هي مشاهداتك صبيحة هذا اليوم؟ حاليا المشهد هنا في العاصمة بيروت في الأحياء المجاورة لموقع الانفجار، على فيها اغلب هنا الشوارع لا يزال الركام حاضر في المباني على جوانب الطرقات، وايضا بعض المباني تعرض لانهيارات. شاهدنا مبنى تحاول الهيئه العليا للاغاثه ازاله بقايا حطامه، هنا ايضا خلفنا هناك مبنى انهار كليا. معظم المباني التي انهارت هي فعليا مباني قديمه، غير لم تكن اما مسكونه او لم تكن يعني صالحه للاستعمال، ولكن المباني السكنيه بمعظمها تضرر كليا ولكن لم يتعرض لانهيارات. هنا الهيئه العليا للاغاثه تقول انها ستبدا اجراء مسح شامل لكل هذه المنطقه لتحديد ان كان احد المباني او اي مبنى تعرض لتصدعات لفرزه، وبالتالي لإصدار تعميمات تمنع السكن به أو إرسال فرق المهندسين للعمل على إصلاحه. نعم محمد، ما زال هناك مفقودون في هذه المنطقة، ماذا عن حال الذين شردوا إذن من أماكن سكنهم؟ ماذا عن حال الإصابات؟ ماذا عن حال مستشفيات بيروت في صبيحة اليوم الثاني، خاصة أن المساعدات بدأت تتقاطر إلى بيروت؟ يعني بداية بالنسبة للمفقودين، لا يزال هناك عشرات المفقودين، معظم هؤلاء هم من عمال المرفأ الذين كانوا في المرفأ لحظة وقوع الانفجار. فرق الجيش اللبناني وفرق الإنقاذ بدأت منذ يوم أمس تمشيط المنطقة البحرية المقابلة للمرفأ، وعثر فعليا على بعض الجثث هناك، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأعمال اليوم بالتوازي مع وصول عدد من الفرق الدولية للبحث في المياه المقابلة لمرفأ بيروت. على صعيد الجرحى، لا يزال عشرات الجرحى بطبيعة الحال في المستشفيات، بعضهم خضع لعمليات وبعضهم أيضا تحت المراقبة الشديدة. فعليا لا تزال تداعيات هذا الانفجار الكبير حاضرة بقوة في بيروت، في مستشفياتها، في طرقاتها، في المشهد العام. ويقال هنا أن إزالة آثار هذا الانفجار قد تتطلب أيام طويلة ولن تكون فترة قصيرة.
نعم محمد، هذا مع العلم أنه المساعدات بدأت بالوصول، بالفعل وصلت مستشفيين ميدانيين من دولة قطر. من المرتقب أن تصل أيضا المساعدات الفرنسية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى بيروت تحديدا. محمد، انطلاقا من ذلك، ما هو لسان حال المواطن اللبناني صبيحة اليوم الثاني؟ إن استطعت الحديث مع مواطني هذه المنطقة بالذات التي تضررت كثيرا خاصة من الجهة المالية؟ يعني فعليا يمكن القول ان هذه المنطقه هي فعليا شبه مخلات من ساكنيها. كل السكان هنا اخلوا هذه المباني بطبيعه الحال، بعضهم انتقل الى مناطق جبليه، بعضهم اخر انتقل الى بعض الاقارب لديهم. هي لم تعد صالحه للسكن، خصوصا ان المباني تدمرت كليا. يعني شاهدنا بعض صباحا بعض اصحاب المحلات، بعض اصحاب المنازل يحاولون ازاله الردم، يحاولون ازاله اثار هذا الانفجار الكبير الذي هز لبنان، ويحاولون لملمه جراحهم ايضا، بما انهم يقولون انهم خسروا بعضهم منازلهم، خسر بعضهم جنى عمره، خسر بعضهم محلاتهم. تحدثنا الى صاحب احد المحلات يقول انه عاد إلى لبنان منذ نحو 8 أعوام للاستثمار في هذا المحل الصغير، ولكنه الآن خسره، وبالتالي هو يفكر فعليا الآن بترك لبنان بعد أن ضاقت به سبل الحياة. وبما أن المواطنين هنا في لبنان في كل فترة يتعرضون لخضة أمنية، لحرب ما، يخسرون خلالها أملاكهم، منازلهم ومحلاتهم. نعم محمد جبار، ومراسلنا إذن من منطقة الجميزة المقابلة لمنطقة المرفأ حيث حدث انفجار يوم الثلاثاء ببيروت. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات محمد.